ومن جانبه قالت هيئة الأركان الروسية إنه لابد من تعزيز النجاحات العسكرية التي تحققت في سوريا لمنع عودة الإرهابيين قبل بدء التسوية في المرحلة ما بعد الأزمة. وقال رئيس الهيئة فاليري جيراسيموف قال إن روسيا بمساعدة حلفائها تمكنت من القضاء على الإرهابيين في منطقة البوكمال شرقية سوريا والسيطرة على الحدود السورية العراقية، مشيرا إلى أن القضاء على المجموعات المسلحة في سوريا بات مسألة وقت على حد قوله.